السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. قولي فينك إله، فين تغبورك؟ فين مشيتي وبقيتي طليتي علينا؟ بعدا ندير فيديو ديالنا في الصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اش اخباركم؟ يا ربي تكونوا باتم الصحه. وانتم تشوفوا الفيديو، الحمد لله انا غير هاد الايام تغبرت عليكم، ولكن انا رجعت مره نطلع عليكم فيديو. شو تعاودوا؟ صحه لاباس؟ كي دايرين؟ كي دايرين مع هاد الاجواء؟ يا ربي تكونوا باتم الصحه. كما كتشوفوا في العنوان، انا راكم عارفين ما كنت نتحرك وما كنت نمشي حتى لشي بلاصه. عيط عليا الطبيب مستعجل، الطبيب ديالي اللي في كازا قال لي ضروري خاصك تجي، خاصك بزاف التحاليل، خاصني نشوف شحال من حاجه، يعني شحال من حاجه، خاصك واحد الراديو ديري، شحال من حاجه. قال لي انتي راه قال لي خايفه. وبقيتي جالسه، قال لي ما جيتي، ما ضروري خاصك تجي، يعني ضروري، وخاصك تشوف الدواء، يعني واش تبقاي تكملي ولا تنقصي منه ولا هذه، وتشوفي بزاف الحاجات اللي خاصك ديريهم. بعدا نحطكم هنايا شي شويه، ملي تبقى نهز هنا التليفون يدي تضطرني. اما كما تشوفوا راه اليوم غنشدوا الطريق ان شاء الله، غنمشيو لكازا باذن الله، والله يدينا على خير، والله يجيبنا على خير يا ربي، ويدوز كل شيء بخير وعلى خير. هادشي اللي تنتمنى يا ربي وجميع الامه الاسلاميه. قبل من نكملوا الفيديو ان شاء الله، جبت لكم واحد الفرصه ديال العمل، واحد الفرصه اللي زوينه بزاف، يعني غيتستافدوا منها العيالات البنات وحتى الدراري اللي بغاو يدخلوا فيها. يعني هاد الشركه راه معروفه، هي شركه ديال اوريفلام. يعني راك شفتوا الاستمراريه ديالها، وشفتوا بزاف الناس اللي وصلوا وداروا مستقبلهم، بزاف داروا طوموبيلات، داروا ديور منها، يعني ولاو تتخلصوا منها. ولكن على حسب انت والشخص اللي دخلتي معاه، راه كاين اللي شخص تيشد بايدك وتيوصلك يعني لداك الشيء اللي باغي، وداك فين باغي توصل. يعني خاصك تشوفوا البنادم والجروب اللي غتدخلوا معاه، وداك الشخص اللي تيكون متراس داك الجروب وتيشد بايدك، يعني وتيوصلك وتيوريك بزاف الحوايج، تيوريك لي زافونتاج اللي فيها، كيفاش غتوصل، كيفاش يعني غدير مع الناس، غتخدم مع الناس. يعني راه كما تشوفوا راه ماشي ضروري، حنا ما بقاش ديك اوروفلام اللي كنا تنسمعوا عليها اللي قبل، يعني تشدي الكاتالوج وتخرجي عافاك شري هاد البرودوي، تشري هاد البرودوي، تقدري غير انت تستافدي منك، تشري الرويحات، تشري لدارك، يعني تشري المكياج، تشري شحال من حاجه. راكم عارفين حنا العيالات عزيزنا، وتقدري وهداك الشيء دخلوا دخلي به النقط ديالك، يعني تستافدي بزاف من تستافدي راسك، وفي نفس الوقت تستافدي باش تعودي تربحي وتعودي تخلصي مزيان ان شاء الله. وكما شفتوا انا ردويت مع السيده ودويت معايا، يعني شفت الجروب ديالها ناجح، وشفت بزاف البنات الواصلين شي حوايج اللي تبارك الله عليهم، يعني هازين ريوسهم وهازين ديورهم، يعني شابو ليهم. يعني الواحد ما يبقاش جالس اللهم يدير شي حاجه. وانا غنخلي لكم الجروب ديال السيده، يعني غنخلي لكم في اول تعليق غنبانكليه، ديك الساعه دخلوا وديك الساعه راه غتوريكم كل شيء. سيده الله يعمر هاد الدار، سيده راه تبارك الله راه واصله مع تفين في الاوريفلام، يعني وغتشد بايديكم وغتوصلكم، واي حاجه ما فهمتوهاش راه غتشرحها لكم بالديتاي، يعني بالديتاي الديتاي. وان شاء الله ملي غتدخلوا معاها قولها راه من طرف ايلي بيوتي، وديك الساعه راه ما غيكون الخير، والله ييسر الجميع. هادشي اللي تنتمنى، الله ييسر الجميع، والله يدير لي فيه الخير، وكل واحد يشد داك الرزيق اللي مكتوب لي يا ربي. يلا بلا ما نطول عليكم ان شاء الله، خليكم ان شاء الله مع تتمه الفيديو. عرفتوا يلاه نزلني كريم، وواحد السيد هنايا ديما تينزل مع كريم، تعيط عليه وتينزلوني في الكرسي. هانتوما الكرسي ضروري هذا تنخلي، دابا غنخليه هنايا، ملي خاصنا نرجعو من كازا خاصني نخليه هنايا باش عاوتاني نعيط على السيد ويطلعني. ولكن عرفتي البنات، ما عرفتش كيفاش تيوقع عليا ديما هكا، ولات عندي بحال الفوبيا، ملي تنبغي نمشي للطبيب ولا السبيطار هكا عرفتي تتشدي بحال الخرا. دابا شدني، استغفرتي الكريم، دابا ولا مخلوع، تيقول لي دابا واش نعبر لك الطونسيو، دابا اش غندير؟ واخا دابا فطرت بالزيتون وبالحليب، يعني قلت نفطر بالزيتون باش يطلع عليا شويه الطونسيو. صافتي قلبي تيولي لي يضرب، تنقول ما غنمشي عند الطبيب، واش غيقول لي، واش غيقول، واش غيفعل، واش صافي تبقى تجيني بحال هكا، صافي قلبي تيبدا يضرب، تيبقى يضرب بالجهد، صافي بحال تتشدي بحال نقص هنايا، ديما تتوقع ليا ولا تتوقع لي، صافي تنحس بحال الوقت طارت فيا، وحق الله العظيم. باش غدير؟ الحمد لله على كل حال، هانتوما
الشيء اللي كاينه تستاهل بنادم الحمد لله، ولكن البنات مش ماشي كلشي شي طالي بحال هكا، ماشي كلشي غير دابا انا ولات عندي فوبيا ما تاخذوهاش بحال هذا. حتى راه حنا واخا انا راه واصله ليا بعض، ولكن حتى وصل لكم بيصوص وصل لكم وانا ضحكه. ايوا الله يحفظكم يا ربي. دابا راه غنمشيو نشدو كريم يقول للطاكسي انا قدام بابي وقف شي طاكسي باش نمشيو ان شاء الله المحطه، ولكن راني خلوع عرفتي شحال هذا مصهر فيا الخلعه. ها كريم يلا هابط. عرفتي هذاك الساك وتشوف شنو فيه، ولكن كاع ما وريتهم الساك شنو فيه. فيه الماتيريال ديالي، فيه الماكله، فيه الزيتين، فيه الزبيب، فيه المنطق، فيه داك تاع عبر الطوسي كلشي. لا اخر عطيني هذيك خليها ليا في يدي. شوف انا البنات هذيا زوينه، خذوا بحال هذه فن بزاف والله غتنفعكم بزاف المساند الرسمي. تتلف ليا بحال تتلف ليا الراس. يلا خويا نسي يا واحد القرعه تاع الماء مسكين تبحل معايا. انتما راه قلت لكم البنات راه كريم جايب لنا الماتيريال. شوف شوف التيمومه مع ضروري حقش هاد الجيره دابا دخلت خاصني ضروري نتكى اش هاد ضروري. لا كريم كون درتي لي غديريها بلاش، كون درتي لي على احسن بحال مخده. مخده الحمد لله على كل حال. ولو مونتياج وصحت تقول يا ربي توصل يا ربي توصل باش نجلس نستريح حق الله العظيم صافي تقاديت عاد دابا خاصني نتسنى يمكن باقي الدكتور ما لقاوش دابا جا دابا شي ثلاثة دابا شي ساعة دابا يا والله يدير لي فيها الخير اش غندير الله يدير ضروري خاصني نعرف على حساب الدواء واش نقطعوا ولا نديروا التحاليل وهذا راكم عارفين يا واش غندير to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing. قولي إلهام فين كاينة؟ أنا البنات راني ناس متكية أنا شديت واحد الشومبر. يلا حقش يلا وصلنا دابا للكلينيك وعبروا لي الطونسيو وعبروا وخداو لي ديال السكر وشافوني شويه عييت مع الترونسبور راكم عارفوا التران ثلاثه السوايع وعاده عدد الطاكسي راه تقريبا قالوا لي دخلي السريح تيجي للطبيب محقتها دابا شي ثلاثه من الطبيب ما يجي حتى الربعه ونص كي كريم حتى الربعه ونص عاده باش ندير التحاليل يعني وانا عارفيني مساليه معدي ماشي كل خرق المرقه ياك يابا قالوا لي سير اخيتي دخلي للسريح تيجي طوال البنات جالسه هنايا زوينه دوا الشومبرات البنات فين هنايا تيديروا لكم تلقيح مني تدير العمليات تجلسي هنايا لي شومبر زوينين الكال وزوينين تتحسي بالهدوء هانتوما البنات يلا دخلت دابا باش ندير التحاليل بلاصه فين تيديروا التحاليل حاطين هنا كاع التصاورات ديال الوليدات الصغار اللي زادوا تاع لي باسيون ديال هنايا ديال الكلينيك شو ما شاء الله اللهم بارك الله يحفظهم الوالديهم يا ربي كما
كتشوفوا البنات يلاه سالي التحاليل، خداو لي الدم باش يديروا لي شحال من تحليله كانت خاصاني. يعني انا قلت لكم انا بقيت غير شاده النعاس النعاس وشاده الضرب باش نقدر نتحرك لهكا لهكا. صافي نيت وخرج لي دي فيتامين، حيتاش انا مكنت ناخذ حتى فيتامين والو حتى فيتامين، خرج لي دي فيتامين قال لي راه خاص ضروري تاخذي فيتامين. وجينا نيت في الهوتيل ونيت قد فرصه ومناسبه باش نصور البنات اللي غيجيو هنايا لكازا ولا يجيو للطبيب عند الدكتور هكا الصفريوي ولا في اي كلينيك. غنصور لكم لوطيل باش اللي جا راه زوين وقريب قريب 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 بزاف هنايا الكلينيك، قريب عرفتي 5 دقائق انت في الكلينيك. يعني اكثر هي اللي عندها الطوموبيل هكا بالزربه بالزربه. وبس زوين انه فيه البوطه فيه فيه كوزينه فيه بلاصه بحال سيجور فيه الطبله فيه الطبيسلات، يعني ما تحتاجي تجيبي حتى شي حاجه من الزنقه، تحتاجي طيبي في دار طيبي هنا كل شيء واجد، يعني كل شيء زوين. وديك الساعه نتوما راه لا جلستو بزاف 5 ايام ولا 6 ايام تقدروا تفاهموا مع هكا مع لوطيل ينقصوا لكم شي شويه، راه ضروري راه شي تفاهموا، راه بنادم تي جلست كثير راه شي ينقصوا ليه واحد شويه ضروري. البنات كريم راه غلط ورب الكرش ورب الله الا ربي شي شويه كريم سكت هو ما عندكش كرش ولكن خرجات واحد شويه شو هات رب الحلاك هات ولا زوين راه قال لك انا واش كل قالت لك راه اللحيه جات معك حسن ثلاثه تعجبني فيه اللحيه كثر ملي تنقصها ماشي تعجبنيش ومني تيكثرها تجي زوينه سبحان الله راه 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 اللحيه راه مزيناكم الصراحه وهي راه السنه ولكن بحال تزيد جماليه الراجل سبحان الله داك الشيء علاش دايرينه ايوا هادشي اللي كاين. انا عشرة كنت متكيه عاوتاني تنحس بالدرديف و تنخاف نقول لكريم انا غنوض نجلس انا غنوض نجلس راه بدلنا ياك المقصوره كما تيقولوا لها. كنا في الاخرانيه ولكن بحال جينا في الاخر صافي وخفت قلت لي اجي نمشيو على جينا للثانيه بدلنا فيها وراه ضروري من الخوف هادشي اللي كاين. يلا البنات بلا ما نطول عليكم خليكم معنا ان شاء الله. يلاه وصلنا دابا وصلت الترانس قريب مع ديك الربعه صافي وعيطنا على السيد السيد اللي شي دير شي يهبط مع كريم بحال هكا ديما مسكين سي محمد فيلك اجي هبط معنا سي محمد فيلك اجي طلع معنا الله يجازيه بخير والله يجعلو ليه في ميزان حسناته يا ربي والله العظيم الا مسكين حتى هو تيتمحل مع بنادم الصح هكا راكم عارفين الدروج دابا الكاتريام الدروج بحال فيه تري مضوبل مضوبل ماشي مع هو فيه المكازا الطويله بحال الدروج مضوبل ولكن الحمد لله على كل حال وصلنا بخير وعلى خير هادشي اللي بغينا. ايوا شنو نقول لكم الحمد لله راه درت التحاليل راكم انا راه كل ما مشيت حتشي شي دواء كنت نشربو ما كانش كانش خاصني باقي نشربو يعني كان خاصني نكون قاطعه وانا باقه تنبلع باقه تنبلع عليا قلت لك راك درتي شي مشكل الله يسر يعني وباقه نشرب فيه وشوف الحماق. صافي الحمد لله خرج ليا دي فيتامين
هي باش بقيت تشرب بيهم زوينين يعني راكم الحد ديال الحديد وفي واحد تا هو فيه فيتامين اس بزاف. ما عرفتش فين هو بغيت انا نوريه ليكم وباقي عاد كريم في الصاك بقى في الصاك وكان دار لي سرادو ديك ديال التشوهات انا باقي مع بابا مري درته ما كنتش عليكم شحال هذا شحال هذا شحال هذا حاجه ما دايرهاش يعني هو ديك ديال شحال من التحليله يعني قال لي ما عرفتش فين كنتي ما عرفتش فين مغيبه قبرات نقول قلت لي راه تنخاف تنخاف واش غدير الخوف الله يسمح لنا من الوالدين هادشي اللي غنقول اي والله الله يخليكم شكرا على الدعوات ديالكم اللي ديما تدعوا معايا الله يجازيكم بخير الله يسهل عليكم حتى نتوما. كنت باغا نوريكم الضو اللي كان كريم بقات عنده الساكاد ونوريكم دوك الفيتامينات اللي خرج ليا الساعه بقى وعد كريم ما علينا سو مره اخرى نوريهم لكم ويلا تهلاو لي فراسكم ما تنساوليش باللايك ديالكم والدعم ديالكم ليا والدعوات ديالكم الزوينه لهلي خطيكم وبزوات كبيره ليكم. السلام عليكم فيديو اخر ان شاء الله. سلامه.